30 هو عمر العطاء والحيوية والنشاط، وبالتالي لا بد أن ينعكس هذا العمر بعنفوانه وشبابه على العمل وفي الميدان، وهو ما عليه الإصلاح والإصلاحيون والإصلاحيات وأنصارهم أيضا في هذا المضمار. وبالتالي فإن عليهم المضي قدما دون يأس ولا كلل ولا ملل لاستكمال مهامهم في إسقاط المشروع الانقلابي الذي تتضافر معنا به كافة القوى السياسية والشعب الليبي بشكل عام. رسالتي لأعضاء الإصلاح لأن يبذلوا قصارى جهودهم في تحقيق أهداف التجمع اليمني للإصلاح المعلنة لجميع الناس. ثانيا أن يبذلوا جهودهم جميعا في النهضة بالتعليم، لأن التعليم له أثر كبير في نهضة المجتمع، وبدونه لا يمكن يكون هناك نهضة أو تقدم. كما أتقدم إلى جميع أعضاء الإصلاح بأن يكونوا قدوة في سلوكهم في جميع مناحي الحياة. يجب علينا أن نعرف أن نحن كحزب وطني من ضمن الأحزاب الوطنية بشراكة وطنية، نحن من أحد أهم الروافع الوطنية للمشروع الوطني. طبعا هناك صعوبات وهناك حروب إعلامية وغير إعلامية على الإصلاح، لأن دور الإصلاح دور يمثل كلما اقترب الإصلاح إلى جوهر النظام الجمهوري وتمثيل الشعب كلما زادت الحرب عليه، لأنه يسقط بقية المشاريع النقيضة الداخلية والخارجية. الإصلاحي والإصلاحية يجب أن يعرفوا مكانتهم ودورهم القيادي الرائد، ويجب أن يتقبلوا كل النقد بصدور رحبة، وأن يعرفوا أن كل إصلاحي وكل إصلاحية هو قائد. الإصلاح أصالة القيم، رسوخ المبادئ، وسطية الأداء، شموخ المواقف. الإصلاح استعير له عبارتي البرادوري بيتين من الشعر، وهو الذي رفع رايات الوطنية الآن ورسخها وجسدها عمليا على أرض الواقع. تدافعت بالفداء حوليك أنفسهم كأنهن قلاع خلف أسواري. أغلى المبادئ ما صاغت لصاحبها من الهدى والضحايا نصبة ذكاري. من أراد أن يعرف الإصلاح فليتفضل إلى الجبهات، جبهة تعز قرابة 1000 كيلو، ليروا من هو الإصلاح، ليروا من هو الإصلاح في شبوة، ليروا من هو الإصلاح في مارب، ليروا من هو الإصلاح في الزنازين والمعتقلات، ليروا من هو الإصلاح في الخطوط العامة وفي العمل المجتمعي وفي العمل الإنساني. منذ أن أشرقت شمس الإصلاح في 90 وحتى الآن، كونوا أنتم الأشعة التي تتمدد على هذا الوطن لتمزق، لتقف في وجه كل مشاريع التمزيق المذهبية والقبلية والقروية والقهوية، لتكونوا أنتم حماة لهذا الوطن في كل مشاريع ودعاة هؤلاء أو مشاريع التمزيق. أنتم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن لحفظه. أنتم من تضحون وتدفعون فاتورة النضال والتضحية غاليا في كل الجبهات والمتارس مع كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن. استمروا على ما أنتم عليه، لا تلتفتوا إلى كل تلك الأصوات الناعقة التي تريد أن تفت في عضدكم، فالجمهورية واليمن الاتحادي يتكئوا عليكم وهذا واجب.